تنضم إلينا من القاهرة محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن أسواق العملات والتطورات في الأسواق العالمية. أهلا وسهلا بك معنا أماني. يعني لاحظنا حالة من التراجعات الطفيفة على مؤشر الدولار، هل وصل الدولار في ظل المعطيات التي استفاد منها بعد قرارات رفع الفائدة في الولايات المتحدة، هل وصل إلى القمة في أسعاره وبدأ في حالة من التراجعات برأيك؟ يعني شهد الدولار الأمريكي تراجعات ملحوظة أو تراجعات طفيفة بعدما استهدف أعلى مستوياته منذ عام 2002، حيث استقر مؤشر الدولار حتى الآن بالرغم من تلك التراجعات بالقرب من تلك المستويات. وبالتالي فيعني الخوف من يعني احتمالات انزلاق الاقتصاد الأمريكي أو انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود بسبب السياسات النقدية التشديدية تضغط نوعا ما على أداء الأسواق العالمية. نحن نرتقب الآن شهادة خلال اليوم وغد شهادة محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ، يعني أغلب التوقعات تدعم استمرار نهج الفيدرالي الأمريكي واستمرار نبرة جيروم باول اليوم في شهادته أمام الكونغرس حيال سيطرته أو محاولاته المستمرة للسيطرة على ارتفاعات التضخم التي لا تزال مستقرة يعني بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 1981. سوف يعني من المقرر أن يبدأ في الحديث عن محاولات البنك المستمرة للسيطرة على معدلات التضخم حتى لو كان لهذا الأمر آثارا سلبية، حتى وجدنا أنه في خلال الاجتماع الماضي أكد الفيدرالي الأمريكي أو يعني بدأ في الحديث عن احتمالات اللجوء مرة تانية للسياسات النقدية التوسعية وخفض الفائدة بحلول عام 2024، حيث أن هذا الأمر لأول مرة يبدأ البنك في الحديث عن يعني احتمالات الرجوع نوعا ما للسياسات النقدية التوسعية، في إشارة إلى احتمالات انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود من جديد. وبالتالي هذا الأمر تسبب فيه نوعا ما مخاوف في الأسواق حيال انزلاق الاقتصاد نوعا ما إلى الركود، وبالتالي يعني نوعا ما لا يزال الدعم متماسك خوفا من ارتفاعات التضخم بالرغم من استمرار تراجعات أو استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يضغط على أداء الذهب. نعم، يعني أماني هذه هي التخوفات في الأسواق من الركود الاقتصادي أثر قليلا على الدولار، لكن يعني إذا ما تحدثنا عن الملاذات الآمنة التي من المفترض أن تشهد ارتفاعا في ظل هذه التخوفات، تحديدا الين الياباني الفرنك السويسري، الين الياباني يتصدر المشهد ضمن العملات الخاسرة، يعني حالة من التراجعات بشكل شديد، هل تتوقعين استمرار حالة التراجعات تحديدا للين وعدم استفادته من التخوفات من الركود الاقتصادي؟ يعني بالفعل بالرغم من المخاوف بسبب الركود الاقتصادي وزيادة الطلب المفترض على ملاذات الأمينة، حتى وجدنا أن الذهب يعني بالرغم من ارتفاعات الدولار وارتفاع عوائد السندات إلا أنه لا يزال متماسكا على مستويات الـ 1800 دولار للأونصة. ولكن من ناحية أخرى الين الياباني يعاني من تراجعات قوية أمام الدولار الأمريكي بسبب السياسات النقدية التوسعية التي يصر بنك اليابان على تبنيها. وجدنا أنه في الاجتماع الماضي في الأسبوع الماضي بالنسبة لبنك اليابان يعني أبقى على سياسته النقدية التوسعية، أبقى على الفائدة السلبية، يعني جاء على عكس توقعات الأسواق التي بدأت الحديث عن احتمالات لجوء بنك اليابان لاحتمالات رفع الفائدة أو حتى يعني بدء في السياسة النقدية التشديدية في محاولة للسيطرة على تراجعات الين الياباني. يعني بالرغم من أن طبعا تراجع قيمة الين الياباني يدعم الصادرات ويدعم اقتصاد الدولة، ولكنه على الجانب الآخر يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم، يعني يتسبب في الخوف من ايضا التضخم المرتفع الفتره المقبله، حتى وجدنا ان محافظ بنك اليابان كورودا بدا في التخلي عن حديثه عن ان معدلات التضخم او ان بدات الاسر تتاقلم على معدلات التضخم. وبالتالي يعني هذا الامر دعم او تسبب في زياده الضغوطات على الين الياباني، وتسبب ايضا بالرغم من احتمالات او ابقاء بنك اليابان على سياسته النقديه الحاليه، ولكنه ايضا يعني بدا الحديث على ان بنك اليابان او الحكومه لن تجد مفرا امام التدخل لمنع استمرار قيمه الين الياباني. نعم. الذي يؤثر ايضا على الاقتصاد. وبالتالي فتراجع الين الياباني هو ليس بسبب الملاذات او طلب على ملاذات الامنه، ولكن تباين السياسه النقديه الواضح ما بين الدولار الامريكي وبين الفيدرالي الامريكي الذي يتبنى سياسه التشديد النقدي والسياسه النقديه التوسعيه من قبل بنك اليابان تضغط في نهاية الأمر على تداولات الين الياباني. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.